قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده، قلنا أن لا إله إلا الله لها ركنان نفي وإثبات. النفي في قولك لا إله، والإثبات في قولك إلا الله. ثم قال وحده، وحده هذه تأكيد للإثبات في قولك لا إله إلا الله. ما هو الإثبات؟ ما هو الإثبات؟ إلا الله. فلما تقول لا إله إلا الله وحده أكدت الإثبات الذي في لا إله إلا الله وهو إلا الله. ثم قال لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي في قولك لا إله. قال العلماء فهذا تأكيد بعد تأكيد يدل على أهمية أمر التوحيد، لأنه ما قال من شهد أن لا إله إلا الله بس، قال من شهد أن لا إله إلا الله ثم قال وحده تأكيد، لا شريك له تأكيد، فهذا تأكيد بعد تأكيد يدل على أهمية وعظم أمر التوحيد. فالتوحيد يحتاج إلى تأكيد وتأكيد 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 إلى متى؟ إلى الموت. ويحتاج إلى تكرير وتكرير وتكرير وتقرير وتقرير إلى متى؟ إلى الموت. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام أمر التوحيد ويكرره ويقرره إلى موته. قالت قبل أن يموت بكم؟ بخمس، من بداية دعوته حينما أنزل عليه، حينما أرسل وصار رسولا، أول ما صار رسولا قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام وصعد جبل الصفا وقال يا صباحا يا صباحا يا صباحا، فاجتمعوا فقال قولوا لا إله إلا الله تفلح، واستمر عليها وعلى تأكيد التوحيد وتأكيده وتكريره وتقريره إلى أن قالت عائشة قبل أن يموت بخمس وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بل إلى الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة يوما من الدهر، وإن فعل قبل ذلك